الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، تأليف أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الصفحة 48 في الجزء الثاني: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه مسلم في الصفحة 9 من الجزء 5، والآية التي نزلت عند مسلم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحديث أخرجه الترمذي في الصفحة 79 من الجزء 4، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه رقم 1010. وفيه: سبب نزول وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإمام أحمد في الجزء 4 في الصفحة 274، والدارقطني في الجزء 1 في الصفحة 274، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، وابن سعد في الطبقات مجلد 4 في القسم الثاني، وعندهما زيادة. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله في الجزء 5 في الصفحة 10: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة سلمة من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وكذا أخرجه ابن سعد في القسم الثاني من المجلد الأول في الصفحة 4. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في أسباب نزول الآية 44 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. وهذا فيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، أي إثبات صفة الله عز وجل أنه يرى تبارك وتعالى، وأيضا صفة البصر لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى. وكما قالت عائشة في قوله، يأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب، في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن بيني وبينها الستر، ويخفى عني من كلامها.
والله عز وجل يسمعها من فوق سبع سموات ويرى ربنا عز وجل من فوق سبع الطباق. قال الله عز وجل تجري بأعيننا. وضابط إثبات الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله أن تكون مضافة إلى الله عز وجل. مثال ذلك يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا. لكن لما تأتي مثلا والسماء بنيناها بأيد، هنا أيد بمعنى القوة وليس صفة الله عز وجل، لأنها هنا لم تأتي مضافة للباري تبارك وتعالى. هذا الحديث وهذه القصة حديث صحيح متفق على جلالته، رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم في صحيحيهما. وهذه القصة قد حدثت في مسجد الذي يعرف الآن في المدينة بمسجد القبلتين، مسجد القبلتين، وهو يقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة على بعد 4 كيلو من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في حرة تسمى حرة الوبرة، أو هي الحرة الغربية، تسمى أيضا الحرة الغربية، وهي والحرار التي تنتشر في المدينة هي عبارة عن الأرض التي فيها الحجارة الصخور النارية السوداء. وحرة الوبرة أو حرة الحرة الغربية حجارتها أشد من حجارة حرة واقم. والذين كانوا يسكنون في ذلك المكان هم بنو سلمة، هم بنو سلمة، ولذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قال يا بني سلمة دياركم أو دياركم تكتب آثاركم، دلالة أنهم كانوا قريبون من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يتحولوا إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون خوخاتهم يعني بيوتهم ومداخلها حول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال إني سمعت أنكم تريدوا أن تتحولوا، حديث في الصحيح، إلينا دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب لكم آثاركم، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهؤلاء القوم هم الذين كانوا في ذلك المسجد، والمسجد الآن هو عبارة عن كورة عامرة، هو الآن يكتسى باللون الأبيض وله قبتان وله مئذنتان، وهو كورة عامرة، لكن لا يجوز زيارته من أجل أن تقول إني أدرك الشرف أو أدرك الأجر أن أصلي. ومن أعجب ما رأيت يوم من الدهر قبل بضع سنوات، رأيت مجموعة أتت من الزائرين فكانوا يصلوا ركعتين إلى جهة الشام وركعتين إلى جهة مكة، فقامت الدولة وفقها الله عز وجل وأخفت معالم القبلة القديمة. كان قديم، لو تروحون تجد آثار القبلة القديمة باقي كما هو، وآثار قبلة مكة موجودة، فكان الناس من جهلهم الله يعافينا وإياهم، فكانوا يأتون يصلون ركعتين إلى الشام وركعتين إلى ماذا؟ وركعتين إلى مكة. وطبعا هذه المساجد التي في المدينة ما يسمى المساجد السبع وغيرها، كما قالت اللجنة الدائمة وشيخنا الشيخ بن باز والشيخ الفوزان وغيره، هذا لا يصح ولا يسوغ وزيارته، ومن يفعل ذلك إنما هذا ابتداع ما يسمى بالمزارات في المدينة وكذا، إنما هي فقط الذي يزار في المدينة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لورود الدليل، حديث أبي هريرة في الصحيح قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد إيليا وشهداء أحد والبقيع عليكم السلام. أما ما يسمى بمساجد السبعة أو مسجد الغمام أو يذهب إلى مسجد بلال أو إلى مسجد القبلتين ويظن أن في ذلك أنه يدرك أجرا أو يقوم بسنة، نقول هذا الفعل كله من أفعال البدع، فالإنسان لابد أن يحذر من ذلك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر النظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أدبه مع ربي عز وجل لم يطلب أن يحول إلى الكعبة، ولذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحب أن يحول إليها لكنه لم يطلب من الله أدبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبعد 16 شهرا أو 17 شهرا من الهجرة، يعني بعد 4 أشهر و3 أو قريب من السنة و5 أشهر حتى تنزل هذه الآية. وسورة البقرة هي أطول سورة
من حيث عدد الآيات ومن حيث فترة النزول. هي أول نزلت في المدينة واستمر نزولها حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كم استمر نزول سورة البقرة؟ 10 سنوات. فهي أطول سورة من حيث عدد الآيات، 286 آية في عد الكوفيين، و285 آية في عد المدنيين، مصحف ورش نافع بروايتي ورش وقالون. وهي أطول أيضا من حيث فترة ماذا؟ النزول. وآخر آية هي موجودة في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وليس اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت في يوم عرفة، أعني اليوم أكملت لكم دينكم، بينما هذه نزلت قبل وفاة النبي بضع ليالي. وتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام مات في 12 من ربيع، يعني ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، يعني 4 أشهر من يوم عرفة، لكن هذه بضع ليال. فهذه ليست آخر آية يوم أكملت لكم دينكم، إنما هي واتقوا يوما آية ربما 281 أو 280 من سورة البقرة. فاستمر النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأتاه الأمر بالتحول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة الظهر أو في صلاة العصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلى معه ذلك الصحابي إلى تلك الجهة. ولما قال رجل المبهم من الصحابة كلهم عدول لا يضر في الحديث، ومن رواية البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما مر، لأن مسجد القبلتين قريب من في طريق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا المسافة بينهم 4 كيلا، فوجدهم يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، يصلون إلى الشام. فقال إني أشهد، وهذا فيه دلالة أن الصحابة يحبون الخير للغير. انظر، ما قال هم يروحون يأخذون الخبر ولا يجيبون الخبر، لا. ولذلك المسلم إن وجد أخاه على غير هدى أو على غير سنة أو على فعل ليس فعلا سديدا أن يوجهه، لأن هذا يدخل فيه وتعاونوا على البر واتقوا. هذا الصحابة كانوا يضربون أعلى المثل في هذا الباب. فقال إني أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، إلى مكة. فانظر إلى أدب الصحابة، فاستداروا وهم ركوع، فحل الرجال مكان النساء وحل النساء مكان الرجال، يعني دورة إيش؟ دورة كاملة، لأن القبلة كانت إلى الشمال فأصبحت إلى ماذا؟ إلى الجنوب، فاستداروا دورة كاملة. ولذلك النبي نهى أن يستدبر الناس القبلة أو يستقبلوها بولا أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث يخص إيش؟ يخص المدينة. هنا نقول إيش؟ ولكن شملوا أو جنبوا، يعني يا شمال يا جنوب، لأن هنا القبلة عندنا في اتجاه إيش؟ في اتجاه الشرق، وهكذا. فكذلك القبلة الأول كانت شمال جهة الشام، فأصبحت جنوب جهة ماذا؟ جهة مكة. فاستداروا دورة كاملة، فلما استداروا دورة كاملة ما الذي يحدث؟ النساء يأتين مكان صفوف الرجال، والرجال يأتين مكان صف إيش؟ صفوف النساء، وهم ركوع. ما قالوا ننتظر لنتأكد من الخبر، وهذا يدل على رقة قلوب الصحابة. يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فولد قلب نبيه أبر القلوب فاختاره لرسالته عليه الصلاة والسلام، ثم نظر في القلوب بعد قلب نبيه عليه الصلاة والسلام فولد الصحابة أبر القلوب فاختارهم وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن كان مستنا فليستن بهم فإنهم على الصراط المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستداروا على نفس هذه الهيئة. جاء في بعض الروايات أن الخبر وصل إلى قباء في صلاة الفجر، أن الخبر وصل إلى قباء في صلاة ماذا؟ في صلاة الفجر، وذكر ابن سعد في الطبقات، لكنه فيه مقال. هذه هي قصة أسباب النزول، وهذه قصة جاء مسجد القبلتين في المدينة. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.